اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الشنطة القمر دي. الشنطة بتتكون من قطعة كروشيه واحدة بس، ولما نقفلها هتطلع لك النتيجة الجميلة دي. ها، عملتي اشتراك ولا لسه؟ يلا بقى اعملي اشتراك، وكمان فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو بنزله. مستنية كومنت تقوليلي من اي مكان وعجبتك الشنطة ولا لأ، ولما نفذتيها بلون ايه. وجاهزة طبعا لأي استفسار. الشنطة سهلة جدا ونتيجتها تحفة، فاعملي شير يلا مع حد بتحبيه ونفذوها مع بعض. اي معلومات بقى عن الشنطة من طول، عرض، عمق، ارتفاع، اي حاجة هتلاقيها في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي. استخدمت خيط سلسلة، واستخدمت معايا ابرة رقم 4.5 ملي. اول حاجة بدأت فعملت عقدة بداية، وعملت 35 سلسلة. اذا عايزة حجم الشنطة اكبر بتكبري طبعا عدد السلاسل. 35 سلسلة عملوا معي بالظبط 25 سنتي. ده وش السلسلة، مليش دعوة بيه، بقلب كده السلسلة على ظهرها. ودي كده اول سلسلة مش بشتغل فيها، هبتدي اشتغل من تاني سلسلة. يبقى هدخل كده بالابرة في حلقة ظهر السلسلة وهعمل غرزة حشو، واللي بعدها كمان غرزة حشو، وهفضل شغالة غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة. يعني هيكون عندي المجموع 34 غرزة حشو. كده خلاص عملنا 34 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وألف الشغل وأبتدي أدخل تحت الحلقتين وهعمل غرزة حشو. شغلي تحت الحلقتين وهعمل برضو غرزة حشو، وهفضل برضو مكملة السطر كله غرز حشو. هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل لاخر السطر، وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين اعمل غرز حشو لحد ما ارتفع عدد سطور. انا هنا عملت 20 سطر غرزة حشو، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. ال20 سطر كانوا 13 سنتي ونص. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعمل 5 غرز منزلقة في الحلقة الخلفية. بدخل في الحلقة الخلفية كده وبسحب خيط وبعمل منزلقة. ادي كده اول واحدة، 2 3 4 5. تمام. وبعدين هبتدي بقى اشتغل 24 غرزة حشو تحت الحلقتين عادي خالص. بنزل تحت الحلقتين بعمل غرزة حشو، دي كده اول واحدة. هشتغل 24 غرزة حشو. وصلنا خلاص للغرزة 24، ولو عديت باقي الغرز هلاقيهم 5 1 2 3 4 5. دول زي ال5 غرز اللي في الجنب، بس دول انا مش هشتغل فيهم. انا هنا اشتغلت فيهم منزلقة عشان مفصلش الخيط، بس ال5 اللي في الجنب دول مش هشتغل فيهم. هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. هشتغل كام غرزة بقى؟ هشتغل 24 غرزة حشو.
هنا أنا عملت خلاص 24 غرزة حشو، وهعمل ايه؟ دول الخمسة المنزلقة ماليش دعوة بيهم، مش هشتغل فيهم تاني خلاص، هرتفع سلسلة وهكمل غرز حشو عادي تحت الحلقتين برضو، واشتغل 24 غرزة حشو. هرتفع بالأربعة وعشرين غرزة حشو دول لعشر سطور. أنا شغالة كده 24 بالظبط، مليش دعوة بالجنيب خالص. كده خلاص عملنا 10 سطور، 2 4 6 8 10، في جنب بس هتلاقي فرق عن جنب عشان غرز المنزلقة اللي احنا عملناها، بس مش بتفرق في الشكل ولا التقفيل النهائي للشنطة. العرض بتاعها كان 20، وطول السطور اللي عملناها 7 سنتي. هرجع ازود السلاسل بتاعتي بحيث تكون نفس عدد السلاسل اللي بدأنا بيها. طيب هزودها ازاي؟ مع الغرزة 24 هنبتدي نزود 6 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6، وهشتغل في حلقة ظهر السلسلة من ورا، ومن تاني سلسلة هشتغل غرزة حشو، يعني هشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 4، كده 5. وبعدين هرجع اكمل غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين. وهكمل باقي السطر كله غرز حشو. وزي ما عملنا في الجنب ده كده بالظبط، هشتغل في الجنب التاني بنفس الطريقة. هعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهاجي في حلقة ظهر السلسلة من السلسلة التانية ابتدي اعمل غرز حشو، يعني هشتغل 5 غرزة حشو. وبعدين هرجع اشتغل غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر خلاص، هرتفع سلسلة والف الشغل وابتدي اشتغل غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين، وهفضل شغالة غرز حشو عادي خالص تحت الحلقتين. اوصل لاخر غرزة ارتفع سلسلة لحد ما ارتفع نفس عدد السطور اللي عملناها في الاول، هنعملها هي بالظبط. ارتفعت نفس عدد السطور اللي احنا عملناها في الاول بالظبط. ودلوقتي هنشتغل مع بعض قلاب الشنطة. خلاص هفصل الخيط ده، مش عايزة تاني.
وهبتدي أنظف القطعة من أي خيوط زيادة. هعمل القلاب إزاي؟ هعد 7 غرز من الجنب، 1 2 3 4 5 6 7، وهبتدي أحط ماركر في الغرزة 7، والجنب التاني نفس الموضوع، 1 2 3 4 5 6 7، وهحط الماركر في الغرزة 7. والغرز اللي عندي في النص المتبقية هي دي اللي هشتغل عليها القلاب. هبتدي أدخل في الغرزة اللي جنب الماركر واسحب خيط وأعمل سلسلة في نفس المكان اللي عملت فيه السلسلة. هعمل غرزة نص عمود، واللي بعدها هعمل غرزة منزلقة، واللي بعدها هعمل نص عمود، والغرزة اللي بعدها غرزة منزلقة. بلف الخيط على الإبرة، أدخل تحت الحلقتين أسحب خيط، وأسحب الخيط من الثلاث لفات اللي على الإبرة، يبقى دي غرزة نص عمود واللي بعديها منزلقة. وهفضل بقى ماشي السطر كله نص عمود منزلقة لحد ما أوصل للماركر. واخر غرزة في غرز القلاب هتكون غرزة نص عمود زي اللي احنا بدأنا بيها بالظبط. هرتفع بقى اعمل سلسلة والف الشغل، وهشتغل السطر التاني من القلاب. هشتغل ازاي؟ هشتغل غرزة حشو بس هتكون في الحلقة الخلفية، في الحلقة الخلفية كده في السلسلة بدخل وبعمل حشو، وهفضل مكملة طول السطر حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وألف الشغل، وأبتدي أعيد نفس اللي عملته في السطر الأول في القلاب. عملت إيه؟ هلف الخيط على الإبرة وأعمل نص عمود، وبعديها هيبقى منزلقة، وبعدين نص عمود. النص عمود والمنزلقة بنشتغلهم تحت الحلقتين، لكن السطر التاني غرزة الحشو بتكون في الحلقة الخلفية. هفضل مكملة كده لحد ما اوصل لاخر غرزة اللي هي بتكون غرزة نص عمود. هرتفع سلسلة الف الشغل وارجع اكرر تاني اعمل حشو في الحلقة الخلفية، يعني سطر نص عمود وبعديها منزلقة تحت الحلقتين، والسطر التاني بيكون غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وهفضل شغالة كده بالطريقة دي لحد ما ارتفع 12 سطر. انا هنا عملت 12 سطر، يجي 2 4 6 8 10 12، وهبتدي بقى اشتغل تناقص. هرتفع سلسلة والف الشغل، والتناقص دايما عندي بيكون في اول غرزتين واخر غرزتين. في اول غرزتين هشتغل غرزة نص عمود واحدة، بلف الخيط على الابرة وبنزل تحت الحلقتين اسحب خيط، وبعدين ادخل في الغرزة اللي جنبيها وبرضو اسحب خيط، وبعدين اسحب خيط من كل الحلقات اللي على الابرة بيديني شكل الميل ده، وبعدين هكمل الغرزة بتاعتي عادي. احنا عملنا نص عمود، يبقى اللي بعديها غرزة منزلقة، وبعدين اللي بعديها نص عمود، وبعدين اللي بعدها منزلقة، وهكذا لحد ما نوصل لاخر غرزتين. وصلنا لاخر غرزتين اللي هنعمل فيهم التناقص. هلف الخيط على الابرة هسحب خيط، وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها هسحب خيط، وبعدين هسحب الخيط من كل الحلقات اللي على الابرة، وبعدين هرتفع سلسلة واكمل في التناقص برضو بتاعي عادي. هدخل كده في اول غرزة وتاني غرزة واسحب خيط واجمعهم مع بعض في غرزة واحدة. يبقى احنا عملنا في اول غرزتين تناقص، وبعدين هفضل مكملة لحد ما اوصل لاخر غرزتين.
غرزتين وبرضو هعمل فيهم تناقص. هدخل كده في الحلقة الخلفية في الغرزة والغرزة الأخيرة وأجمعهم كده في غرزة واحدة. هرتفع سلسلة وأقرر بقى نفس اللي أنا عملته تاني، يعني هتناقص في أول غرزتين وآخر غرزتين. هلفل خيط على الإبرة وانزل تحت الحلقتين أسحب خيط، وبعدين أسحب خيط كده من تحت الحلقتين في الغرزة اللي بعدها وأجمعهم يبقوا غرزة واحدة. هكمل باقي السطر بتاعي عادي منزلقة، وبعديها نص عمود، وبعديها منزلقة، وبعديها نص عمود، لحد ما أوصل لآخر حلقتين اللي هجمعهم برضو في غرزة واحدة نص عمود. وهكذا هفضل أتناقص كده لحد ما أرتفع 5 سطور، يعني الغرز من غير لا تناقص ولا أي حاجة 12، وغرز التناقص كانت 5 سطور. طول القلاب 12 سنتي. دي كده آخر غرزة خلاص. أنا مش عايزة أقطع الخيط وأوصله تاني، فبفتح كده الخيط شوية، وبعدين بعدي جسم الشنطة من جوه. هعمل اطار يدي شكل جمالي للقلاب، ما بشدش ايدي في الخيط خالص، بدخل كده في الغرزة اللي في الجنب دي، وبعدين بسحب خيط. ناخد بالنا ما نشدش ايدينا علشان الخيط اللي فوق ده ما يتشدش معانا ويبقى القلاب شكله مش مظبوط. وبعدين هعمل سلسلة. هشتغل الاطار اللي هيعمل شكل جمالي ده ازاي، هشتغله بغرز الحشو العكسي. هبتدي اشتغل الغرز على الجنب، هدخل كده بالابرة في اول سطر احنا عملناه، وهبتدي اسحب خيط واعمل غرزة حشو، وبعدين هدخل في السطر اللي تحتيه هسحب خيط واعمل غرزة حشو، وهكذا هدخل اخر كل سطر اسحب خيط. هيبقى عندي حلقتين على الابرة، هسحب الخيط منهم كل سطر اشتغلناه، هيبقى قدامه غرزة الحشو العكسي بتاعته. والخيط اللي احنا ما فصلناهوش كله الدايرة تحت غرز الحشو العكسي اللي احنا بنعملها في الجنب. كده عملنا قدام كل جنب غرزة الحشو العكسي بتاعته، وهيجي برضو في الغرز اللي قدام تحت الحلقتين وهدخل واعمل حشو عكسي، وهفضل شغالة كده حشو عكسي على القلاب كله. هو الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو كده خلاص الشنطة، باقي بس على التقفيل. هفصل بقى الخيط وانضفه كده تحت الغرز. هقفل بقى الشنطة بتاعتي ازاي. هاتني كده الجنبين على بعض وهعلم الجناب بماركر، وبإبرة تنظيف وبنفس الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه الشنطة، وهبتدي اخيط كل غرزة مع اللي قدامها. انا كده عملت جنب، وهوريكم الجنب التاني يتعمل ازاي بالظبط. كل غرزة مع اللي قدامها وهبتدي اخيط. انتوا هتلاقوا كل غرزة كده مرسومة كده شكلها نفس شكل اللي قدامها بالظبط، فهتبتدوا تخيطوهم كده ببعض.
هكمل خياطة الجنب بنفس الطريقة كده. بعد ما خيطت الجنب كله هبتدي بقى اخيط الجزء اللي تحت اللي هو هيبقى عندي قاعدة الشنطة. طيب انا الخيط عندي في النص هجيبه في الجنب ازاي؟ عادي خالص، هروح جاية داخلة كده بالابرة في الجنب من الجرزة دي، طلع من الجرزة اللي بعدها لحد ما اوصل للجنب، وهبتدي بقى كل غرزة مع اللي قدامها. احنا في الجنب ده كان 5 غرز والجنب التاني 5 غرز كده، 1 2 3 4 5 والجنب التاني برضو هيبقى 5 غرز، 1 2 3 4 5. هبتدي بقى أموه الخيط كده شوية تحت الغرز وأفصله، وهقلب الشنطة على الوش بتاعها، نظبطها كده بأيدينا كويس. انا ظبطتها كويس وتنتها من الجنب ده ومن الجنب ده، هي بتبقى مفروده كده، بتتنيها بالطريقه دي وخلاص، ما هنركب فيها الحلقات. بس ركبت بقى لوجو والحلقات في الجنب والسلسله والمغناطيس، وكده الشنطه عندنا جاهزه، شكلها كيوت قوي وفي نفس الوقت واخده حاجات كتير، يعني هي مش صغيره خالص في الحجم، لا حجمها حلو جدا، وطريقتها اسهل من السهولة، يعني مش هتكمل معاكي وقت خالص وهتلاقيها خلصت. يلا بقى لو استفدتي من الفيديو اعمليلي لايك وكمان كومنت، وبعتي الفيديو لحد كده بتحبيه وريله الطريقة ونفذوها سوا، وما تنسيش تعملي سبسكرايب وكمان تفعلي الجرس عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني في فيديو جديد.